بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين. شوطنا أيضا الأول، الجعدان الصعوب ينطلق على حضراتكم مباشرة مع الوسمي سالم بن محمد الحارثي الحكيم، ومع الوسمي مع المركز الأول المركز الثاني القادم شاهين عبد العزيز بن حمد الوهيبي، مع المركز الثاني والمركز الثالث القادم الشبابي سالم بن سعيد الوهيبي، على المركز الثالث والمركز الرابع بشعار سالم بن مسعود الدويكي من الجانب الآخر. لكن روح يا الحكيم روح مع المركز الأول، وانطلق مع الصدارة مع قيادة هذا الشوط. وصل الحكيم ومقاتلاته مع الوسمي، من ينطلق مع المركز الأول بقيادة الوسمي مع المركز الأول على الصدارة وعلى القيادة، باعد على الجميع منذ البداية وانطلق نحو الصدارة نحو المركز الأول منطلقا مع الناموس والانتصار. هذا هو محسن 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 حسن محسن، وراح مع المركز الأول. وين محلق يا راعي محسن؟ نبي نشوف هذا العمالقة الذي يصرح بهم من بداية الموسم، وهذا النوع الجيد بالفعل، نوع مميز مع الحكيم. صرح ووعد ووفى وحضر اليوم حضور البطالة الكبار. هذا مقاتلات الحكيم. المركز الثاني كان بشعار ايضا شاهين سالم بن مسعود ديك، المركز الثالث بشعار عبد العزيز بن حمد الوهيبي. دقيقة واربعين هو التوقيت الزمني لمالك الوسمي سالم بن محمد الحارثي. تهانينا والناموس.